للمرة الأولى بلبنان بينطلق ماراثون صيدا الدولة تحت شعار نركض للتنمية والسلام، تيعكس وجه المدينة الأثري والثقافة ويجهز طرقاتها لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتخطوا كل التحديات والصعوبات يلي بيواجهوها يومياً. حقيقة نشأت الفكرة من شابات وشباب من روتر أكت صيدا اللي حابين كانوا يعملوا سباق ضاحية مشان يعود ريعوا لتصحيح وتصليح طرقات وأرصفة صيدا لحتى تكون صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. فحملوا هذه الفكرة، طلعوا عن نائب المدينة السيدة بهي الحريري، من هناك الفكرة الصغيرة صارت فكرة كبيرة. شعار الماراثون هو نركض للتنمية والسلام، وأنا برأيي نركض للسلام والتنمية لأنه ما في تنمية بدون سلام. صيدا مدينة حملت هموم كتير، نحن نعتبر حالنا عم نحاول نرجع هالمدينة الحلوة، هالمدينة مدينة التعايش إلى الخريطة السياحية والاجتماعية والبيئية في لبنان. نحن متوقعين حوالي 15,000 مشارك، منهم مدارس ومنهم مؤسسات ومنهم جمعيات، وحوالي 35 ل 40 أجنبي، بين أجنبي وعربي للسباق التنافسي. اللي نحن منعول عليه كتير هو الفنران أو سباق المرح اللي هو 7 كيلو، بينطلق من مدينة الشهيد رفيق الحريري، بيمرق بقلب صيدا، بشوارع صيدا التجارية وشوارع صيدا السكنية رجوعا إلى المدينة. ومن بعدها طبعا في احتفالات، في أغاني، في مطاعم، يعني نحن عم نحاول يكون هذا يوم مهرجاني لصيدا. صيدا هي مدينة حقيقة سياحية وجامعة، ونتمنى أن كل لبنانيين يزورها. هالنشاط الرياضي بينطلق ب 23 نيسان حتى يعزز الثقافة الرياضية والروح التنافسية الإيجابية بلبنان. بالروح الرياضي مدينتنا صارت عنوان.